ومنتخب رائع في معظم المباريات ان لم تكن في كل المباريات بما فيها مباراه اليوم قدام المنتخب السعودي. صحيح خساره في النهائي بس احنا الكسبانين كسبانين جيل محترم جدا، فبهنيك بصراحه. حبيبي يا كابتن، اول حاجه احب اشكر حضرتك على ضيافتي مع برنامج حضرتك. ده شرف لي. احب اشكر طبعا اولا الجمهور المصري، و يعني الجمهور على راسنا، واحنا الحمد لله يعني ادينا بشكل كويس، بس ركلات الترجيح طبعا ما حصلش نصيب. والجهاز الفني واللعيبه كلها والله احنا يعني شغالين جامد جدا، وكان هدفنا ان احنا ناخد البطوله بس ما حصلش نصيب يعني الحمد لله. بس الاداء في المجمل في معظم المباريات كان اداء رائع يا كابتن عبد الرحمن. انا شفت مباراه المغرب والجزائر تحديدا كان الاداء ممتاز فيهم، النهارده كمان الاداء تحديدا في الشوط الثاني كان رائع جدا. لولا سوء الحظ في ضربات الترجيح كان الامور ممكن يبقى انتوا البطل، ولكن زي ما قلت لك البطوله بالنسبه لنا ان احنا نكسب جيل محترم زيك وزي باقي اللاعبين. ايه المباراه اللي بالنسبه لك كانت الاصعب في هذه البطوله؟ والله هو ما فيش مباراه كانت سهله، كان طبعا البطوله مشتركه فيها منتخبات كبيره جدا، وكان كل مباراه صعبه طبعا، بس احنا كان هدفنا كان واحد في كل مباراه، كان هو المكسب يعني. وحتى مباراه السعوديه الاخيره كان هدفنا المكسب، بس ما حصلش نصيب في ركلات الترجيح يعني الحمد لله. الحمد لله. انت بتلعب دلوقتي في وادي دجله مظبوط؟ اه مظبوط. مكمل معاهم الموسم اللي جاي ولا هنشوفك في اوروبا؟ هو والله في عروض يعني في خلال البطوله كانت جت، بس ما مكنسل انا كل حاجه يعني، كان بعد البطوله. اه وان شاء الله لما نرجع مصر في عروض يعني في مصر، وفي بره مصر جاي لي فترات معايشه يعني، بس لسه ما اعرفش فين بالظبط. انت بقى بتفضل ايه، تبقى جوه مصر ولا بره مصر؟ هو طبعا الاحتراف طبعا اول حاجه يعني بفضله. اه لو سمحت يعني، لو سمحت احنا بنترجاك تحترف بره في اوروبا، عايزين نشوف محمد صلاح ونشوف لعيبه زي محمد النني ومحمود تريزيجيه كتير، فلو جالك عرض في اوروبا الله. مش قوي يعني اقبله برضه واحنا وراك ونفضل نساندك ان شاء الله باذن الله. والله احنا كلنا هنا يعني اللعيبه على اعلى مستوى، صح، وقدم بشكل كويس والله، واحنا يعني يمكن مع الاداء راضيين، اللعيبه راضيين على نفسنا، عشان احنا ما خدناش بنقطه عرق والله في كل ماتش وتعبنا، بس الحمد لله ما حصلش نصيب. لا بس الاداء رائع والاداء مميز جدا. العروض اللي من مصر فيها اهلي وزمالك؟ اه في اهلي وزمالك الاثنين ولا واحد منهم؟ في لا لا في الاثنين، بس لسه الدنيا ما عرفش فيها ايه بالظبط. اهلي وزمالك. يلا عموما كل التوفيق، سواء كنت موجود في الاهلي كنت موجود في الزمالك، ولو كنت موجود في اوروبا، واحنا نفضل دايما لعيبتنا المصريين موجودين في اوروبا، هنبقى وراك وفي ظهرك. فيتوريا لما اكلمكم فيديو كول واتكلم مع اللاعبين كان قال لكم ايه؟ اتكلمنا والله قبل الماتش بيوم فيديو كول كلنا، كان اتكلم كابتن محمود و قال لنا شدوا حيلكم في مباراه السعوديه، وان هو متابع من الجزائر، وكان ماتش المغرب وكان متابع يعني كل الماتشات، وكان في كلام يعني ان هو عينه على اربع لعيبه، بس طبعا كابتن محمود قال لنا ان احنا مش هنقول مين الاسامي دلوقتي عشان نركز في البطوله، وما حدش يخرج عن تركيزه يعني، ان هو يعرف المنتخب الاول محتاجه ولا حاجه فيخرج عن تركيز البطوله. فكان قال لنا ان انتوا لعيبه كلكم كويسين، وانا يعني اخذت يعني في اربع لعيبه المفروض ان هم يتضموا معايا ان شاء الله، ويا ريت بدل اربعه يكون ثمان لعيبه تسع لعيبه 10 لعيبه، يعني يكون اكبر عدد منكم يعني. صحيح صحيح، ان شاء الله يا رب تبقوا كلكم في المنتخب الاول في القريب العاجل، والميزه عندك ويبقى على ولباقي زمايلك ان انتوا معاكم مدرب للمنتخب الاول دلوقتي، يحب اللاعبين الشباب يحب اللاعبين الصغيرين، فكلكم اكيد بالتاكيد عندكم فرصه، المهم الشاطر اللي يعرف يتمسك بالفرصه يعني. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. كابتن عبد الرحمن رشدان كابتن منتخب مصر للشباب، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.